عدنا إليكم متتبعي قناة أشكين من قلب مدينة البيضاء، وبالتحديد جولة صباحية رمضانية بمنطقة الحي محمدي. نحن الآن نتواجد بمنطقة ديور الأمان بالبيضاء، فمنطقة الحي محمدي دائما كتشهد واحد الكثافة سكنية كثيرة جدا، خاصة في هذه المنطقة. وهذا اللي كنشوفوا أمامنا هو مشروع البطيمات اللي استفدوا منه أحد الساكنة ديال منطقة الحي محمدي وتحولوا إلى هذا المكان. نحن الآن نسير في تراب كاريان سنترال، هذا هو المكان اللي كانت فيه كاريان سنترال سابقا. وكذلك لا ننسى أننا نتواجد جنب مستشفى محمد الخامس. فهذا هو الحي السكني اللي استفدوا منه سابقا ساكنة كاريان سنترال، وبالتحديد في هذا المكان غادي نقوموا بجولة صباحية في هذه المنطقة اللي كان فيها كاريان سنترال سابقا. هذه المساحة الأرضية كلها كانت لساكنة كاريان سنترال. فصراحة هذا المنطقة الناس ديالها طيبين جدا وكيمتازوا دائما بالتلاحم بينهم. فهنا في هذه المنطقة كانت أجيال، وفي هذا المكان خرجت عدة مجموعات موسيقية لهذا المكان. فدائما منطقة الحي محمدي معروفة بالتضامن بين الساكنة ديالها. شكرا متتبعي قناة أشكين حسن المتابعة، ونضرب لكم موعد في جولة أخرى من قلب مدينة البيضاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكين من بلاي ستور وأب ستور.